أهلا بكم مشاهدينا في حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم. يسرني أن نستضيف خلالها رئيسة تحرير أرب إيكونوميك نيوز السيدة فيوليت غزال بلعة. أهلا وسهلا فيك صحفية فيوليت غزال بلعة رئيسة تحرير أرب إيكونوميك نيوز. بدي أقول أنه أرب إيكونوميك نيوز هو أبل أب أبليكيشن، وهلا بلشتي بموقع الكتروني صحيح اختصاصي. صحيح. مبروك. شكرا. بتتذكري شكراً. اول ما استضفتك كنت اطلقت الابلكيشن، وهلا الابلكيشن كنا مبلشين فيها جديد، وكان عندنا تقريبا شيء بتتذكر قد كان الرقم بس طلعتي؟ لا بس انت كنت شيء الف ألف كنت ألف. كنت رقم ألف يلي بيعمل داونلود للابلكيشن. انا كنت رقم ألف عارفه. صحيح هلا صرنا تقريبا ب 6000. الله يزيدهم كثير منيح. ايه شكرا كتر خير الله. والويب سايت قلنا جمعتين بس اطلقناه، وفي اقبال في تجاوب عليه، يعني من حركه الترافيك اللي عم بتكون على الويب سايت كانت كثير منيحه، كثير مشجعه لويب سايت جديد بيقدم ماده اقتصاديه، يعني ماده اقتصاديه هذا التحدي انه نطلق سايت اقتصادي. صحيح فقط. بحت فقط. صحيح ايه لانه معنا ما في عنا بلبنان ولا بالعالم العربي ويب سايت اقتصادي بحت على طول مطعم، نظرا لوضع المنطقه وللاحوال اللي عم نعيش فيها. بس حلو الواحد ياخذ نيش لوحده ويقدم شغله شوي صعبه، ماده صعبه، عم نبيع ماده اقتصاديه مش كل العالم ترغبها، بس حلو نكون احنا عم ناخذ مثل ما قلت التحدي، لانه نحن كثير بحاجه لتعزيز هالثقافه الاقتصاديه. وانا كثير متفاجئه بهالتفاعل، لانه اول شيء عملنا ابلكيشن كنا اساس وقفنا هون قلنا تنشوف نجس نبض قديش بسرعه عم طلب منا ويب سايت، بسرعه عم يطلب منا هلا خدمات اخرى يمكن نفوت بقلبها نتفرع نعطي خدمات اخرى اون باراليل مع الويب سايت والابلكيشن. يعني انتم اطلقوا رح تطلقوا كامبين لهذا الموقع؟ أكيد. خلينا نبلش فيه اكيد، وعبر الان تي في رح تكون كامبين. طبعا خلينا نحضره. أرب إيكونوميك نيوز هي منصة إعلامية عصرية وفريدة في شكلها ومضمونها، مبتكرة من رئيسة التحرير الصحفية فيوليت غزال البلعة، تستهدف الاقتصاد والمجتمع من لبنان والعالم. بانسيابية سهلة يتوفر تطبيق أرب إيكونوميك نيوز مجاناً عبر الهواتف الذكية آبل وأندرويد، ويمكن أيضاً متابعة الأخبار والمقابلات والتقارير وخدماتها الحصرية والعصرية عبر زيارة موقعها الإلكتروني الجديد على هذا الرابط www.arabeconomicnews.com، إضافة إلى تواجدها على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. Arab Economic News. Stay connected to be updated. فينا نقول انه كثير حلو، لا معمول هون. لا كثير حلو. مبروك. لازم نقول كثير حلو.